خلينا نرحب بيها الكاتبة فاطمة نعوت، الكاتبة الكبيرة والشاعرة. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. استاذة فاطمة، أكيد سمعتي عن مشروع القانون المقدم بخصوص أسماء المواليد، وأن يكون في بعض الأسماء محظورة أو يعني مش من المفترض أن الأفراد يسموها. هل حضرتك يعني ليكي وجهة نظر بخصوص هذا الموضوع؟ الحقيقة أنا ما سمعتش كلام مداخلة سيادة النائب دلوقتي، وعشان أعرف الفلسفة التي انطلق منها، ولكن قريت طبعا عابرا كده في بعض الجرايد عن هذا الأمر، وأصابتني الدهشة. يعني أستطيع أن أرى طبعا وجاهة أن يمنع تسمية أخين بنفس الاسم، وأظن أن هذه حالات إن لم تكن نادرة فهي مستحيلة أن مثلا يكون أن يوجد أخان كل منهم اسمهما أحمد أو محمد لم يعد، وحتى الأسماء المركبة ممنوعة من الاستقامة في مصر. ولكن لم أستطع أن أفهم يعني ما الاعتراض على أسماء مثل مالك أو مايا أو مارك. هو الحقيقة وضح سيادة النائب أن هو ما طرحش الأسماء دي، وأن بعض الصحف أو بعض يعني الجهات الإعلامية هي اللي صدرت الكلام ده على لسانه، وهو يعني لم يخص بالذكر هذه الأسماء. هو كان يعني تصريحه بيقتصر على فكرة ساقطي القيد، أن في 4 مليون مواطن يعني بيتعرضوا لهذه المشكلة، أن هم في يعني سقوط للقيد بالنسبة لهم بسبب تكرار الأسماء في نفس الأسرة أو الأسماء المركبة، فهو بيطالب بتغليظ العقوبة. يعني ايه تكرار الاسماء في نفس الاسره؟ يعني مثلا اولاد عم يعني اخوات بنفس الاسم مثلا، اخوات بنفس الاسم انا ما شفتهاش الا في فيلم عمله احمد حلمي، ان ثلاث اخوات توائم بنفس الاسم ما شفتهاش، واعتبرت انها اتخذت على باب التمثيل، لكن اذا كانت موجوده فطبعا لا. ده كلام النائب فعلا انه بس الاسماء المكرره، طبعا اتفق معه. لكن أسماء تتقاطع مع الذات الإلهية أو كده، اسم كريم يتقاطع، لأن 99 اسم أسماء الله بشخص نستعملها، اسم حليم سمعت أنه هو ما عايز يمنعه أو كده، فإذا كان هذا أنصب له بالزور فتمام. يعني لا طبعا ما عنديش يعني مشكلة مع النائب، لأن هو أتفق معه إن ما يبقاش في أخين اسمهم محمد أو أخين اسمهم مايكل أو أخين أو أختين اسمهم مثلا سوسن أو أختين اسمهم فاطمة، ما ينفعش يعني، لأنه طبعا هيبقى في ممكن يحصل مشاكل كتير من تشابه الاسم الثلاثي أو الرباعي. لكن أسماء اللي أنا سمعتها مايكل ولا قصدي مارك ولا مالك ولا مايا، انا مش فاهمه اذا كان ده نصب له بالكذب ولا لا. فاذا كان نصب له بالكذب فلا طبعا. هو الحقيقة وضح هذه النقطة، ولكن وضح أن كمان الأسماء ذات الصبغة الدينية اللي هي من أسماء الله واعتراضه، زي مثلا اسم قدوس أو ملك الملوك أو سلطان السلاطين، بالنسبة له دي أسماء مرفوضة. مفيش حد اسمه سلطان السلاطين، لكن هو قال أن هو لا أسماء كده. لا مفيش في حد اسمه سلطان السلاطين وملك الملوك، يعني احنا فعلا تسألنا بنفس الشكل. سلطان سلطان ومالك ولا مالك ولا ملكة مثلا، ملك يعني أسماء دي مزعجة مثلا. ومارك، طب مارك مالها دي؟ هو قال ان التصريحات دي مش على لسانه. طب حضرتك بصفة عامة، هل مشروع القانون، هل حضرتك شايفة ان احنا بحاجة لمثل هذا النوع من القوانين؟ طبعا احنا عندنا بلاوي كتير جدا لازم نتكلم فيها اهم، لكن فكرة تكرار نفس الاسم الاخير مستحيلة، لانه اذا ده بيعملوه يبقى الاب جميع عشان هيعمل جرائم. يعني ما ينفعش حد اثنين يبقى اسمهم مثلا اثنين بنفس الاسم الثلاثي في نفس الاسم طبعا. يعني محمد احمد عبد الحميد رضوان، واخوه محمد احمد عبد الحميد رضوان، لا طبعا مشكله. انا خالد منتصر مثلا عنده، انا عايزه في ثاني مشروع ثاني مهم بالنسبه لي، انا نفسي وهكتب عنه، ان اسم الام يرجع في البطاقه. ليه؟ لان في تشابه اسماء، يعني مثلا خالد منتصر، كل ما خالد منتصر كاتب الكويت، كل ما يجي يسافر مكان في اسم ارهابي في افغانستان اسم الرباعي تبعه. لازم يطلع اسم الام عشان يجي في المستوى نفس الشخص اللي سافر. انا بالنسبه لي انا عندي ولد عنده يعني توحد، ولازم اكون معاه طول الوقت. انا نفسي بطاقه ابني يبقى فيها اسمي عشان اعرف اتخرج بسهوله معايا. وبالتالي احنا امام مطلب تاني من حضرتك، بان يكون في ذكر الاسم الام في البطاقه الشخصيه.
تمام. اسم الام في البطاقه الشخصيه في بطاقه الرقم القومي، وده الحل مختلف المشاكل اللي بتواجه يعني الافراد في المجتمع. وضحت وجهه نظر حضرتك، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتبه والشاعره الكبيره فاطمه نعوت. وبكده مشاهدين كون استعرضنا لحضراتكم الموضوع اللي كان اثار الكثير من الجدل خلال الساعات اللي فاتت، والناس كلها كانت يعني مستنيه تعرف هل فعلا القانون ده هينزل، طب ايه الاسباب، طب ايه انواع الاسماء اللي ممكن تكون ما ينفعش نسمي بيها اولادنا خلال يعني الفتره اللي جايه. يعني المهم ان احنا استعرضنا مع حضراتكم كل الجوانب وكل التفاصيل، وسمعنا من سياده النائب بنفسه رايه والاسباب اللي دفعته ان هو يتخذ مثل هذا القرار والتقدم بمثل هذا المشروع.